بعض الإخوة هداهم الله لا يصلون إلا صلاة الجمعة وفي رمضان فقط، ما هي نصيحتكم لهؤلاء؟ نصيحتنا لهم أن يتقوا الله وأن يدخلوا في الإسلام من جديد، لأن الذي لا يصلي إلا الجمعة أو رمضان هو كالذي لا يصلي أبدا، لأن ترك بعض الصلوات وفعل بعضها لا يكفي. قال تعالى: فتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. هذا من الإيمان ببعض الكتاب والكفر ببعض. وكذلك الله تعالى يقول: حافظوا على الصلوات، صلاة الوسطى، والذين هم على صلواتهم يحافظون، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة. ومن أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين صلوات الخمس، إنها هي الركن الثاني من أركان الإسلام، وهي عمود الإسلام، قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلامه الجهاد في سبيل الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر أو الشرك ترك الصلاة، من تركها فقد كفر. دل هذا على أن ترك الصلاة كفر يخرج من الملة، سواء كان يصلي بعض الصلوات ويترك البعض أو كان لا يصلي أبدا، الحكم في هذا الشرع حتى يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويؤدي الصلوات التي شرعها الله في اليوم والليلة خمس مرات مع الجماعة وفي مواقيتها. قال تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. في كثير من الآيات يأمر الله بإقامة الصلاة وينهى عن تضييعها. قال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وجاء في الحديث أن من ضيع الصلاة فإنه يحشر مع فرعون وقارون وهامان وأبي بن خلف، يحشر يوم القيامة مع رؤوس الكفرة والعياذ بالله. وأخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل النار أنهم إذا ألقوا في سقر، وهي النار والعياذ بالله، وسئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، كنا نخوض مع الخائضين، كنا نكذب بيوم الدين. فأول جوابهم قالوا: لم نكن من المصلين، والسبب الذي أدخلهم في النار. قال تعالى: وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، ويل يومئذ للمكذبين. الواجب على المسلم أن يتقي الله سبحانه وتعالى، وأن لا يتلاعب به الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء، أن يضيع الصلوات أو يضيع بعضها، أو يقتدي بالذين لا خلق لهم من المستهترين الذين ينتسبون إلى الإسلام ولكنهم لا يصلون ولا يقيمون للصلاة وزنا، فإنه لا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة وإن تسمى. أسأل الله العافية والسلام. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا.